كسور الساق عند البالغين كسور جسم الزنبوب. تتكون الساق من عظمتين، الزنبوب والشظية. الزنبوب هو الأكبر بين العظمتين، إنه العظم الحامل لمعظم وزن الجسم، وهو جزء مهم من تكوين مفصل الركبة ومفصل الكاحل. يعد كسر جسم الزنبوب أكثر كسور العظام الطويلة شيوعاً، وعند حدوث هذا الكسر فغالباً ما ينكسر عظم الشظية أيضاً. غالباً ما تحدث كسور الزنبوب بسبب الحوادث الرياضية العنيفة عالية الطاقة، كحادث سيارة أو دراجة نارية. الإصابات الرياضية كالسقوط أثناء التزلج أو الاصطدام بلاعب آخر أثناء كرة القدم هي إصابات منخفضة الطاقة يمكن أن تسبب كسوراً في الزنبوب. الرياضات التي تتسبب بجهد متكرر على الزنبوب كالجري لمسافات طويلة، يزيد وجود الترقق العظمي بشكل كبير من خطر الإصابة بالكسور المركبة أو الأكثر تعقيداً المترافقة بارتفاع معدلات المرضى والوفيات. أنماط كسور جسم الزنبوب. يعتمد نمط كسر الزنبوب بشكل كبير على القوة الأولية التي تسببت بحدوث الكسر. يؤدي رد المباشر إلى كسور عرضية ومفتتة. في الكسر المستعرض يكون الكسر عبارة عن خط أفقي مستقيم يمر عبر القشر الزنبوبي. تؤدي القوة الدورانية بسبب التواء ماء إلى كسور مائلة أو حلزونية. في الكسر الحلزوني يلتف خط الكسر حول جسم العظم كالخطوط الموجودة في علامة الحلاقين. يكون الكسر المائل عبارة عن خط بزاوية عبر جسم الزنبوب. الكسر الثابت هو عبارة عن شرخ في العظم تحافظ الأجزاء المكسورة فيه على وضعها الطبيعي، ويسمى الكسر بالغير متبدل. في حالة الكسر المتبدل يؤدي الشرخ في العظم إلى تحريك جزء من العظم بعيدا عن مكانه الطبيعي. الكسر الجهدي ويسمى أيضا الكسر الشعري، وهو كسر شائع، وهو عبارة عن شرخ صغير وناعم في العظم ناتج عن الإفراط في الاستخدام. سأتحدث عن هذا النمط من الكسور في فيديو منفصل. عندما ينكسر العظم إلى 3 قطع أو أكثر يسمى كسرا مفتتا. الكسور المفتوحة هي كسور يخترق فيها العظم المكسور الجلد ويمكن رؤيته عبره، أو جرح عميق يكشف العظم من خلال الجلد. في الكسر المغلق ينكسر العظم لكن الجلد يبقى سليما. الأعراض والتشخيص. عادة ما يسبب كسر جسم الزنبوب ألما فوريا وشديدا، تورم أسفل الساق، عدم القدرة على المشي أو تحميل الوزن على الساق المصابة، ويمكن أن تؤدي الكسور المتبدلة بشكل كبير إلى تشوه الساق. قد يعطي العظم المكسور منظر الخيمة تحت الجلد في موقع الكسر، أو قد يبرز العظم عبر جرح في الجلد. لتشخيص كسر الزنبوب سيسأل الطبيب عن القصة المرضية للمريض وكيف حدثت الإصابة. بعدها سيقوم بإجراء فحص سريري دقيق. بما أن الكسور المفتوحة شائعة في كسور الزنبوب، يجب فحص الجلد بعناية بحثا عن جروح صغيرة. يمكن أن تترافق الكسور الشديدة الناجمة عن الصدمات الكبيرة مع إصابة وعائية عصبية، لذلك من المهم فحص النبض البعيد والوظيفة الحسية الحركية. يتم التشخيص النهائي لكسر الزنبوب عن طريق التصوير الشعاعي البسيط. تساعد الموجودات الشعاعية في تحديد أي من العلاج المحافظ أو الجراحي هو المفضل. يجب أن تظهر الصور الأمامية الخلفية والجانبية التي يتم إجراؤها كامل طول الساق من الركبة إلى الكاحل. في بعض الأحيان يمكن أن تكون خطوط الكسر رفيعة جدا ويصعب رؤيتها بالأشعة السينية. يمكن أن يساعد تصوير الطبق المحوري في رؤية هذه الكسور بشكل أكثر وضوحا. يعد التصوير بالرنين المغناطيسي الطريقة الوحيدة لتحديد العلامات المبكرة للكسور الجهدية، حتى عندما لا يكون خط الكسر مرئيا على الأشعة البسيطة. التدبير الأولي. التدبير الأولي هو تثبيت الكسر بجبيرة خلفية طويلة للساق. يقلل الثلج ورفع الطرف من التورم ويساعد جنبا إلى جنب مع المسكنات على تخفيف الألم. يبقى المريض على هذا التدبير لمدة 48 إلى 72 ساعة أو حتى يخضع للعلاج النهائي. يجب أن يخضع المريض للمراقبة الدقيقة أثناء مرحلة العلاج الأولي، مما يسمح للطبيب باكتشاف ظهور أي علامات لمتلازمة الحجرات أو أي تغيير في التروية الدموية أو الحالة العصبية. يجب إعطاء الصادات الحيوية بشكل مستعجل خلال 3 ساعات من الإصابة لجميع مرضى الكسور المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكد أن المريض ملقح ضد الكزاز وإعطاء التطعيم وقائيا في حال الشك.
تتطلب جميع كسور الساق المفتوحة تنظيرا جراحيا طارئا خلال 12 إلى 24 ساعة من الإصابة. العلاج النهائي: يمكن معالجة كسور جسم الزنبوب المغلقة غير متبدلة أو إذا كان التبدل مقبول بشكل نهائي باستخدام جهاز جبسي كامل فوق الركبة، كما يمكن علاج المرضى المقعدين أو المرضى غير الصالحين للجراحة بهذه الطريقة غير الجراحية. معايير التبدل المقبولة هي: تزوي جانبي أقل من 5 درجات، تزوي أمامي خلفي أقل من 5 درجات، تقابل وتماس بين طرفي الكسر أكثر من 50%، تقاصر أقل من 1 سنتيمتر، وأخيرا تبدل دوراني أقل من 10 درجات. تسبب معظم الكسور بعض التورم في الأسابيع القليلة الأولى من الإصابة، لذلك قد يقوم الطبيب في البداية بوضع جبيرة خلفية طويلة للساق، وبمجرد زوال التورم سيقوم بتغيير الجبيرة إلى جهاز جبسي كامل. يتم تطبيق جبس كامل للساق يشمل مفصل الركبة والكاحل، وبالتالي منع الحركة الزائدة فوق وتحت الكسر. يمتد الجبس من رؤوس أنشاط القدم إلى أعلى الفخذ، ما وضع الكاحل في وضع محايد بين السن الظهري والأخمصي، والركبة بوضعية سني حوالي 5 درجات. تتم متابعة الكسر بإجراء صور شعاعية بسيطة مع زيارات المتابعة الأسبوعية لكشف أي تبدل أو تغير في الرد. يبدأ المريض تحميل الوزن الجزئي تدريجياً ثم التحميل الكامل عند ظهور دليل على اندمال الكسر بشكل مرضٍ على الصور الشعاعية. تندمل معظم كسور جسم الزنبوب غير متبدلة خلال 10 إلى 14 أسبوع. إذا فشل العلاج بالجبس في تحقيق أو الحفاظ على رد مناسب، فإن المريض يحتاج إلى تدخل جراحي. قد يوصى أيضاً بإجراء عملية جراحية لأنواع معينة من الكسور بما في ذلك الكسور المفتوحة، إصابة النسج الرخوة التي لن تتحمل عملية التجبير، الكسور التي لم تندمل بالعلاج غير الجراحي، الكسور المفتتة والكسور المتبدلة بشدة، كسر الفخذ في نفس الطرف أي الركبة العائمة، الردود المتعددة، وكسور الساق في الطرفين. حالياً الطريقة التي يستخدمها معظم الجراحون لعلاج كسور جسم الزنبوب هي التسمير داخل النقي. خلال هذا الإجراء يتم إدخال قضيب معدني مصمم خصيصاً في قناة الزنبوب. يمر القضيب عبر الكسر لإبقائه في موضعه. يتم تثبيت القضيب داخل النقي بالعظم في كلا الطرفين بواسطة براغي، مما يبقي العظام المكسورة في وضعها الصحيح أثناء الاندمال. يوفر التسمير داخل النقي تثبيتاً قوياً وثابتاً ويحافظ على طول الطرف. التثبيت الداخلي بصفيحة وبراغي. خلال هذه العملية يتم أولاً رد قطع العظم المكسورة إلى وضعها الطبيعي. يتم تثبيتها معاً بواسطة براغي وصفيحة معدنية متصلة بالسطح الخارجي للعظم. غالباً ما تستخدم الصفيحة والبراغي عندما لا يكون تثبيت داخل النقي ممكناً، كما هو الحال في الكسور التي تمتد إلى مفصل الركبة أو الكاحل، وفي كسور الساق حول مواد استجدال سابقة، كما هو الحال عندما يحدث كسر والركبة مستبدلة ببديل صنعي. بالنسبة للمرضى مع كسور مفتوحة وضرر وتلوث النسج الرخوة، نستخدم التثبيت الخارجي، كما نستخدم التثبيت الخارجي عند مرضى الردود المتعددة حتى تستقر حالتهم العامة. في هذه العملية يتم وضع أسياخ أو أسلاك معدنية في العظم أعلى وأسفل موقع الكسر. يتم ربط الأسياخ أو الأسلاك بقطعة متينة خارج الجلد لتثبيت قطع العظم المكسورة في الوضع المناسب حتى يتم الاندمال. التعافي بعد الجراحة: بعد الجراحة قد يبدأ المريض بالمشي وتحميل الوزن على الفور، أو قد يحتاج إلى فترة من عدم تحميل الوزن باستخدام العكازات أو المشاية. هذا يعتمد على شدة الكسر وموقعه. سيساعد العلاج الطبيعي على استعادة قوة العضلات وحركة المفاصل ومرونتها. يمكن أن يساعد أيضاً على تخفيف الألم بعد الجراحة. تستغرق معظم كسور جسم الزنبوب من 3 إلى 6 أشهر للشفاء التام، وبعضها يستغرق وقتاً أطول، خاصة إذا كان الكسر مفتوحاً أو مكسوراً إلى عدة قطع، أو إذا كان المريض يتعاطى منتجات التبغ. المضاعفات: في الأيام التالية للإصابة يكون مرضى كسور جسم الزنبوب معرضين بشكل كبير نسبياً لخطر الإصابة بمتلازمة الحجرات الحادة. تحدث هذه المتلازمة عندما يزداد الضغط داخل العضلات إلى مستويات خطيرة، وهي من المضاعفات التي تهدد الطرف ما لم يتم تخفيف الضغط بسرعة. يقوم الجراح بعمل شقوق في الجلد وسفق العضلات التي تغلفها لتخفيف الضغط.
تحدث الصدمة الشحمية بعد الصدمات الشديدة. يمكن أن تحدث هذه الحالة قبل أو بعد التدخل الجراحي ويمكن أن تهدد الحياة. تشمل المضاعفات المحتملة الأخرى على المدى القصير العدوى الجرثومية، والتي تحدث بنسبة كبيرة مع الكسور المفتوحة، وتلك التي تتطلب التثبيت الجراحي، وإصابة الأنسجة الرخوة الشديدة مع التلوث. يصعب علاج عدوى العظام، وغالبا ما تتطلب عمليات جراحية متعددة ومضادات حيوية لفترات طويلة. تشمل المضاعفات المحتملة على المدى الطويل سوء الالتحام، الذي يحدث عندما يندم العظم المكسور في وضع غير طبيعي، مما قد يؤدي إلى ضعف وظيفة الطرف ويجعل العظم يبدو مشوها. تأخر الاندمال وعدم الاندمال، عندما يشفى الكسر بشكل أبطأ من المعتاد أو لا يشفى على الإطلاق. يتم تأكيد عدم الاندمال عندما لا يحدث شفاء خلال 9 أشهر من العلاج. يستعيد المرضى الذين عولجوا بالتسمير داخل النقي وظيفتهم، ولكن غالبا ما يعانون من عقابيل المزمنة، بما في ذلك آلام الركبة، تورم الساق، تحدد حركة الكاحل، وضعف عضلات الفخذ والساق.